إنه أحد أكبر أنظمة الطاقة المزدوجة للمضخات في العالم، نظام تسخره نادك، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية لتطوير الصناعات الوطنية في قطاعها الزراعي، لتتواكب مع رؤية 2030 من خلال بناء المشروع في جمهورية السودان بأنظمة متكاملة ومتطورة بأجود وأكفأ التكاليف، من خلال 1512 لوحة شمسية بقدرة توليد تصل نصف ميجاوات، تولد كل منها 330 واطاً من الكهرباء وطاقة نظيفة، لمضخات تعمل على عمق 165 متراً في الآبار، مضخات لمحركات كهربائية ضخمة بطاقة تبلغ 400 كيلو واط لتدفق المياه بنسبة 1250 جالون في الدقيقة على مساحة 50 هكتاراً للمحور الواحد.